بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج اختار طريقك. كل واحد فينا عنده حلم، كل واحد فينا بيسعى إزاي يحقق حلمه ويحقق هدفه. هنكون معاكم وهنحاول نوصل صوت كل المواهب الشابة، والنهاردة معايا موهبة جميلة جدا جدا في فن الابتهالات الدينية والإنشاد الديني. أهلا بك يا محمود. أهلا وسهلا أستاذ محمد، أخبار حضرتك؟ حابين تعرف المشاهدين بيك أكتر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بحب أشكرك جدا يا أستاذ محمد. أنا محمود عطا من منيا القمح، قرية كفر شلشلمون. بحب أشكرك جدا على استضافتك الجميلة ليا. أنا طبعا جاي بقدم ابتهالات دينية ومدائح. بما إنك في فن الابتهالات الدينية ومدح حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بتحب تقلد مين من المبتهلين القدامى؟ طبعا بحب سيدنا الشيخ سيد النقشبندي رحمة الله عليه، ونصر الدين طبار، الشيخ نصر الدين طبار، والشيخ محمد عمران، والأسامي الكبيرة طبعا في الابتهالات الدينية. طب نفتتح هذه الحلقة بابتهال للشيخ السيد النقشبندي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته، يا أكرم الأكرمين، يا رب. لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر في الإشراق، عند كماله نشر السلام على البرية كلها، وأعاد فيها الأمن بعد زواله. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، حب النبي دواء الروح يشفيها في كل أمر بما تحتاج، يعطيها لو ضاق صدري وكاد الصبر يقتلني، واليأس فاض وحزن النفس يشقيها، فالقلب يهمس لي، فالقلب يهمس لي، أين الدواء؟ فالنفس ظمأة، أين الدواء؟ فالنفس ظمأة، ونار الشوق تكويني، ترجو الصلاة على المختار، ترجو الصلاة على المختار يسعدها. إن الصلاة على الهادي تداويها. صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أحسنت يا محمود، ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك ومزيد من التقدم بإذن الله تبارك وتعالى.
طبعا مشايخنا الكرام مثل الشيخ السيد والشيخ عمران والشيخ نصر الدين تبار، يعني بالضبط كده زي روتين يومي لازم نسمعهم كل يوم ولازم اننا نستمتع بسماع صوتهم. بشكرك يا محمود جدا على التعليق الجميل ده. شكرا. محمود انت بتدرس ايه؟ انا في كليه التربيه الرياضيه جامعه الزقازيق. يا سلام، ايه بقى علاقه التربيه بالابتهال بقى؟ التربيه الرياضيه طبعا الرياضه بتنمي مواهب كتير، الرياضه مهمه في حياتنا طبعا عشان الجري كويس للنفس والكلام ده طبعا والعادات فيها. بالنسبه للابتهال ده هوايه عندك؟ لا طبعا ده هوايه عندي من صغري، والدي طبعا كان بيحفزني، والدتي واخواتي طبعا. طيب في حد تواصل، في اي صله تواصل بينك وبين احدى المبتهلين؟ طبعا في تواصل بيني دايما وبين سيدنا الشيخ عصام السيد مجاهد غالي، طبعا ده والدي الثاني طبعا اللي بشكره جدا على الهوا. بنشكرك جدا ان شاء الله، له صاحب فضل عليا طبعا في الابتهالات ودايما يحفزني طبعا ويشجعني ان انا اكون مبتهل كويس ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك وانطلاقا من اختار طريقك ان شاء الله، وبدايه موفقه ليك باذن الله من خلال اختار طريقك. سمعنا ايه تاني يا محمود؟ قصيده في حب مصر. بما ان عيد الشرطه يا جماعه، كل سنه وكل المصريين بخير وصحه وسلامه، ويا رب كل اعيادنا تكون بخير وربنا يكرمنا جميعا، ونسمع المبتهل الجميل محمود. اتفضل. محروسة يا مصر رغم أنوفهم، ومصونة رغم العدو البادي، ليس البداية أن قلبك مسكني، بل أنت قبل أن تسكنين فؤادي. اللهم احفظ مصرنا، واحفظ جيشنا، واحفظ أمننا، وارحم شهداءنا، وانصرنا على أعدائنا يا رب. بلاد الخير أوطاني، وفيها الله أحياني، بلاد الخير أوطاني، وفيها الله أحياني، شذاها كله عطر ونهر النيل ناداني. أحبك مصر من قلبي ومن روحي ووجداني، حماك الله يا بلدي وأعلى شأن أوطاني. فأنت النور للدنيا، وأنت النور للدنيا، فأنت النور للدنيا، وأنت الأم تهواني. ومهما غبت يا أمي، فدايما قلبك الحامي. صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ مصر. آمين 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 يا رب العالمين. مشاهدينا هنطلع فاصل ونرجع نستكمل حلقتنا، انتظروا دقائق الانتظار بالاستغفار والصلاة والسلام على النبي المختار. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم حلقتنا. محمود اهلا بيك مره اخرى. محمود، مين بيدعمك ومين بيشجعك على فن الابتهال؟ اللي بيدعمني طبعا من صغري والدي ووالدتي واخواتي وزمايلي واصدقائي، وقفوا معايا كتير، وكنت دايما احنا قاعدين مع بعض نحكي ونقول ابتهالات، واصحابي يقولوا قران. من هنا حبيت الابتهالات الدينيه، وربنا يقدرني ان شاء الله واكون حاجه كويسه فيها ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. بما انك تربيه رياضيه، ايه اللي نفسك لو عايز تقدم رساله للمشاهد دلوقتي عن التربيه الرياضيه؟ طبعا الرياضه مهمه جدا في حياتنا وفي حياه كل شخص، طبعا بتقوي العضلات، وطبعا يعني في الزمن اللي احنا فيه وفي الوقت الحالي اللي احنا فيه والعصر اللي احنا موجودين فيه، الرياضة مهمة جدا عشان تقوي المناعة طبعا، عشان خاطر ربنا يبعد عنا فيروس كورونا يا رب، وإن شاء الله ربنا يعدي الغمة دي على خير يا رب.
يا رب. رسالة منك بقى للشباب الطموح اللي حابب أو اللي شايف في نفسه موهبة، ياريت تنصحه تقول له إيه؟ أحب أقول لكل أخ ليا وكل شاب بيحلم ونفسه يحقق حلمه، استمر ودنك على حلمك وسير على خطوتك واجتهد أكتر عشان ربنا يكرمك. فطبعا ربنا قال لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك طبعا، فلازم انك تتعب عشان تلاقي، وان شاء الله ربنا يكرم كل واحد نفسه يوصل لحلم ان شاء الله. ان شاء الله. حابين بقى قبل ما نختم نختم الحلقه بابتهال او دعاء في حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب كيف الدخول إلى رحاب المصطفى والنفس حيرة والذنوب جسام وتمزقت نفسي كطفل حائر قد عاقه عمن يحب زحام حتى وقفت أمام روضك باكيا يا طيبة الأنوار قد أودعتها روحي فطابت منزلا وجوارا والمسجد النبوي حين دخلته الفرح عاد مهجة استبشارا صليت فيه الخمسة خلف إمامها مستحضرا روحي فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. محمود بشكرك جدا. شكرا جزيلا استاذ محمد. ان شاء الله طورنا في لقاءات قادمه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا استاذ محمد. بشكرك. مشاهدينا بكده انتهت حلقتنا. حابب اشكر كل فريق عمل قناه الصحه والجمال. نشوفكم على خير الحلقه القادمه باذن الله. الحمد لله على التمام والكمال، وصلاه وسلاما على النبي محمدا والال، وما انا به الا ان اقدم لحضراتكم ارق واطيب امنياتي محمد الملكي. الى اللقاء.